كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الفوز ببطولة العالم للقدرة إنجاز مميز يضاف إلى الإنجازات التي تحققت بفضل رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدا سموه أن دعم جلالة الملك المعظم أيده الله للقطاع الرياضي هو الدافع وراء تحقيق أبناء الوطن المزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة، مشيدا بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للفريق الملكي للقدرة وتحقيقه هذا الإنجاز العالمي الذي هو مبعث فخر واعتزاز للوطن وأبنائه كافة. وأشاد سموه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الإعداد لهذه البطولة العالمية وما قدمه من مستوى تنافسي عالي، مؤكدا أن المملكة تواصل تحقيق التطلعات والأهداف الرياضية المنشودة بعزم وكفاءة أبناء الوطن.